برضو من شوية قبل ما اخش الحلقة كده قريت خبر على اليوم السابع ان الاتحاد الافريقي الكاف مد مهلة تحديد الاندية المصرية اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية الى 30 يوليو. كان الرئيس الرابطة رئيس رابطة الاندية المحترفة في مصر هنا كان قال ان يوم 30 يونيو يوم 30 يونيو يعني 30/6 الحالي هيتم تحديد اسماء الفرق المصريه او الانديه المصريه اللي هتشارك في دوري الابطال والكونفدراليه. ولكن الكاف اهو باعت بيقول لا احنا هنحدد الفرق المشاركه في دوري الابطال وفي الكونفدراليه 30/7، يعني في تم مد مهله شهر كمان عشان نشوف مين اللي هيلعب في بطولات افريقيا، ودي حاجه كويسه. 30/7 ده يعني هنبقى خلاص ناقص لنا يعني اقل من شهر على نهايه الدوري. ف 30/7 الاول والثاني في بطوله، يعني لما نوصل بقى ل 30/7 30 يوليو القادم الاول والثاني في الدوري يوم 30 يوليو دول هيلعبوا دوري الابطال، الثالث والرابع هيلعبوا كونفدراليه اللي هم في مركز الثالث والرابع في الدوري كونفدراليه، الـ 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 الخامس والسادس حسب كلام المسؤولين في رابطه الانديه المحترفه هيلعبوا بطوله عربيه، فبرضه يوم 30 يوليو القادم هيتم تحديد الست فرق الاوائل في بطوله الدوري، الاول والثاني هيلعب دوري ابطال، الثالث والرابع كونفدراليه، الخامس والسادس بطوله العربيه. طيب النهارده كان في تصريحات لرئيس رابطه الانديه المحترفه هنا في مصر وقال لا ده احنا 30/6 هنحدد، بس طبعا الخطاب ده شكله لسه جاي النهارده اللي هو خطاب الكاف، وكده هيتمد مهله شهر عشان يحددوا زي ما قلت لكم الفرق المصريه اللي هتشارك او الانديه المصريه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه.